مشاهدينا الكرام، السلام عليكم الى هذا العرض المسائي. اذا هذا المساء من قناة الشروق نبدا بالعناوين. دقلو مفوضية الاتحاد الافريقي على الاوضاع في السودان. مطار الخرطوم يستقبل الفوج الاول من العالقين بجمهورية مصر العربية. ولاية الخرطوم تقف على الموقف الامني والصحي ومعاش المواطن. أهلا بكم وللتفاصيل. التقى نائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش زيارته لإثيوبيا مؤخرا. وأطلع دقلو رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على الأوضاع في السودان، وناقش معه قضايا السلام في السودان ودولة جنوب السودان، وبحث تعزيز دور قوات يونسفا لحفظ السلام في أبيي وحماية المدنيين في المنطقة. من جهته أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي استعداد الاتحاد لتقديم أي مساعدات لدفع عملية السلام في السودان، وقال إن استقرار المنطقة هدف للاتحاد الإفريقي. أصدر أهل المصلحة بولاية النيل الأزرق بيانا ناشد من خلاله كافة أطراف التفاوض بجوبا والحركة الشعبية على وجه الخصوص للتوقيع على السلام حتى تنعم البلاد بالأمن والاستقرار، جهة أن النيل الأزرق من أكثر الولايات المتضررة من الحرب التي أثرت بشكل واضح على مسيرة التنمية بالولاية. وجدد الأستاذ سيري إبراهيم محمد علي رئيس مبادرة أهل المصلحة تصريح لسونا الدعوة للحركة الشعبية بضرورة دفع مسيرة السلام للأمام، ويمكن أن التوقيع النهائي للسلام بمثابة الخطوة الأولى نحو الاستقرار، ويفتح الباب واسعا لتمكين النازحين واللاجئين من العودة لقراهم. وأعلن سير رفضهم القاطع لأي مزايدات من بعض الأطراف ضد السلام. عقدت لجنة أمن ولاية الخرطوم اجتماعا اليوم برئاسة والي الخرطوم يوسف آدم الضي، ووقف الاجتماع على الموقف الأمني والجنائي، وتضمن تقرير انخفاض كبير في الجرائم واستمرار على الأمن بالولاية. كما تطرق الاجتماع للحظر الصحي ودور القوات النظامية في تنفيذ موجهات الدولة للسيطرة على وباء كورونا، وأشاد بدور القوات النظامية والجيش الأبيض الكوادر الطبية العاملة في المراكز العلاجية ومراكز الإيواء. كذلك وقفت اللجنة على الإجراءات التي اتخذت لاستقبال العالقين وضمان سلامتهم عبر الإجراءات التي قامت بها الجهات المختصة. ناقشت الغرفة العديد من القضايا في مقدمتها الجانب الصحي والإجراءات المتبعة لسلامة المواطن لمجابهة جائحة الكورونا. ناقشنا أداء الوزارات وليان الطوارئ في الوزارات ترتيبات وتأمين السلع الرئيسية بالنسبة للمواطن، وناقشنا تفاصيل توصيل الدعم من الحكومي. أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية البروفيسور صديق تاور بدعم ومساهمة المنظمة الدولية للهجرة في إعادة السودانيين العالقين بسبب جائحة كورونا. وأوضح عضو مجلس السيادة لدى لقائه بقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم رئيس بعثة المنظمة في السودان السيدة كاثرين نورسينغ أن الحكومة تولي السودانيين العالقين بالخارج اهتماما كبيرا وتبذل جهودا مقدرة حتى عودتهم للوطن. وصل مطار الخرطوم صباح اليوم الفوج الأول من العالقين من جمهورية مصر العربية. وأعلنت هبة محمد علي عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية ومديرة وزارة الاستثمار الاتحادية في تصريح لوكالة السودان للأنباء عن بدء تفويج 1500 شخص من العالقين اليوم، وتستمر الرحلات تباعا حتى لما بعد منتصف الليل. من جانبه قال الأستاذ زاهر صديق رئيس نادي رجال الأعمال الجهة المنظمة للتفويج وعضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية
إن جميع الركاب سيخضعون للفحص الطبي بمطار الخرطوم، وسيسمح لهم بالذهاب إلى زويهم، ما عدا المشتبه بهم والمصابين بفيروس كورونا سيتم حجزهم بعنابر عزل. طبعا احنا كان فوجنا قبل كده من دولة الكويت ودول تانية، ديل كانوا طبعا الدول المستضيفة هي تكفلت بهم. نحن الحكومة حسا متكفلة، تكفلنا، بدأنا نتكفل بالباقين. العدد كبير صراحة، وصلوا حوالي 12 ألف عالق خارج السودان، وإن شاء الله نعيدهم كلهم لبلدهم بالسلامة، يجوا يشرفوا بلدهم. من حقهم طبعا الدستور إنه يكونوا موجودين معانا الليلة في غاية الفرحة. الذين عانوا كثيرا في خلال الأشهر الماضية بسبب إجراءات الجائحة، بحمد الله دي أول سفرية وصلت في مواعيدها تماما، وكل التجهيزات والترتيبات على قدم وساق، والحمد لله كل الأمور ماشية يعني زي ما متوقعين، وبإذن الله تعالى حتتوالى الطائرات. يمكن بعد 45 دقيقة من وصول دي حتصل الطائرة القادمة من الدوحة. باسم نادي رجال الأعمال، يعني نحن حقيقة شايفين هسه امتصينا، يعني بعض الناس قعدنا معاهم من الباصات لحد ما وصلوا، والناس دي يعني ماخذه فكره انه الناس الباقيين ديل في مصر ديل انهم ما هيجوا، او في الدول الاخرى انهم ما هيجوا. ما داري ان احنا نطول الكلام كثير، لكن بنقول لهم الحمد لله الف على السلامه كويس، وانه نحن ان شاء الله في اخر لحظه حنكون قاعدين مع الناس ديل لحد ما يصلوا بلدهم. ويعني بنشكر جميع الإخوة للاستقبال. من ناحية أخرى، عبر عدد من العالقين بمصر عن رضائهم بخطوات التفويج، مثمنين الإجراءات التي بذلت في سبيل عودتهم لأرض الوطن. قامت السفارة السودانية ببداية التفويج للعالقين السودانيين بجمهورية مصر العربية، حيث غادرت أمس السبت الموافق 20/6/2020 عدد 10 بصات من وسط البلد في القاهرة تجاه السودان، حيث تم الترتيب لهذه البصات تحمل 440 فرد من العالقين. هذه البصات الأولى تم انتخاب عدد من الشباب والأصحاء حسب توجيهات اللجنة العليا بالسودان، بحيث يتم استقبالهم في السودان ودخولهم والحجر الصحي والخروج منه سريعا بإذن الله تعالى. نشكر الحكومة السودانية على أنها بدأت في تفويج العالقين، ونحن حاليا بغصر عابدين، والحمد لله الإجراءات الصحية اللي قامت بها السفارة الحمد لله ماشية كويس تمام 100%، ونحمد الله والحمد لله. طبعا جينا هنا مصر للعلاج، والحمد لله تم العلاج والشكر لله، وبعدها طبعا بقينا في برنامج السفر، والحمد لله في ناس جزء كبير يعني سافر طيران. الحمد لله بعد معاناة كبيرة مع جائحة كورونا، وبعد معاناة مع ظروف في جمهورية مصر، والحمد لله الليلة أول يوم تم تفويج السودانيين للسودان عن طريق البر، وسوف تبدأ رحلات الطيران يوم غد إن شاء الله الأحد. طبعا الليلة أول يوم في تفويج العالقين، الحمد لله ماشي كويس، ولا في الليل 10 بصات حتقوم، وان شاء الله حنفوجهم، وعندنا توعيه للمراه، التوعيه بتاعتنا بتكون توعيه صحيه، ونتمنى منهم ربنا يوصلهم بسلامه، ونتمنى منهم يلتزموا عشان الغير نيجوا. يعني لو انت التزمت والتزمت بكل الحاجات اللي هي مفروض عليك من الحجر من ايه، ما عمل اي حاجه، الناس دي بتسهل للناس الجايه. أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات، بينما تعافى 121 حالة وتعافت 121 حالة. وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان أن الحالات الجديدة سجلت منها 107 إصابات في الخرطوم والإصابات الأخرى في 10 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 281 عينة سجلت من بينها تلك الحالات. وبهذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 8580 حالة، بينها 521 وفاة، فيما يرتفع عدد المتعافين إلى 3325 شخص.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه. دشن ممثل والي شمال دارفور أمين عام الحكومة محمد إبراهيم عبد الكريم بالفاشر مبادرة حركة العدل والمساواة السودانية لمجابهة كورونا، وأشاد ممثل الوالي بهذه المبادرة التي وصفها بأنها تجسيد للسلام الحقيقي على الأرض، ورسالة للمتفاوضين في منبر جوبا بأن الولاية والحركة يعملان في تناغم وفق ما يطلبه المواطن من سلام ودعم لقضاياه. وأوضح القيادي بحركة العدل والمساواة السودانية سيد شريف جار النبي أن المبادرة تجيء دعما لأهل الولاية لمجابهة الفيروس، وتحتوي على رسائل ومنشورات توعوية ومعقمات وكمامات وأدوات ووسائل الوقاية سيتم توزيعها على المرافق الصحية. حركة العدل والمساواة السودانية في قلب الفاشر هذه المرة لا تحمل سلاحا نارية بل تحمل سلاحا لقتال كورونا في مبادرة هي الأولى لدعم جهود مجابهة انتشار الفيروس. معقمات وكمامات وأدوات حماية دفعت بها الحركة للمستشفيات والمرافق الخدمية والسجون لمنع انتشار كورونا. نريد أن نؤكد لك أخ الأمين على الشراكة الكبيرة الذي يقوم بيننا وبينكم بأن نساهم بكل المستويات، مستوى الصحي، الأمني، السياسي وغيرها من أجل استقرار هذا الوطن. الأشياء التي نحن نريد أن نقدمها لمواطن شمال دارفور وفي الفاشر بصفة خاصة، لدينا نماذج في هذا المكان. قررنا أن نساهم بكمامات، وليست الكمامات الطبية ولكن كمامات محلية الصنع لكي يتم استخدامها للمرة الثانية والثالثة، ولكي نساهم في نشر عدم نشر هذا المرض. وأيضا مساهمتنا بعدد من المعقمات، 5000 معقم. أيضا نريد أن نساهم في توعية المجتمع من أجل عدم انتشار هذا المرض. وأيضا لدينا عدد 20 مغسلة سوف نساهم بها لهذه الولاية. قوى سياسية أشادت بهذه المبادرة ووصفتها بأنها امتداد لما نادت به الحركة منذ بداية تأسيسها في الوقوف مع قضايا المواطنين في مختلف المجالات. العدل والمساواة معروف أنها سباقة لمثل هذه الأعمال، ولا غرو إذا كان مؤسسها رجل طبيب دكتور، ولكن لا نقسم ظهره، كان في المجالين طبيب أجساد وطبيب قلوب، لأنه عندما أدرك أن دارفور مظلومة على مر العصور وطالب بحقه ولم يؤت حقه اقتنع وحمل السلاح. حكومة شمال دارفور وصفت مبادرة حركة العدل والمساواة السودانية بأنها تجسيد للسلام الحقيقي على الأرض، ورسالة للمتفاوضين في منبر جوبا بأن الولاية والحركة يعملان في تناغم وإخاء وتعاون منقطع النظير وهما يرجوه المواطن. نشيد بهذا المجهود العظيم ونناشد كل أخواننا في الحركات الأخرى والمنظمات الطوعية والمدنية بأن يحزوا مثل هذا الحزم، ونبشر أخواننا في جوبا في مفاوضة السلام، نقول لهم ده السلام الحقيقي. نحن في شمال دارفور الآن بدأنا في تطبيق السلام الحقيقي، الحركات المسلحة والحكومة كلها تعمل بيد رجل واحد، وهذا هو السلام الذي ننشده. نعم أنتم أكملوا الإجراءات الورقية، لكن على أرض الواقع نحن الآن نعيش سلام حقيقي ونعيش أخاء دائم وتعاون منقطع النظير، وهذا هو الذي يرجوه المواطن. تحول في المفاهيم والمواقف في ظل الظروف التي تعيشها البلاد أفرز شكلا جديدا من التعاون في مخاطبة قضايا المواطن، خاصة مجابهة جائحة كورونا. ياسر آدم حسن، ولاية شمال دارفور، الفاشر. تفقد وفد من هيئة الطرق والجسور الاتحادية برفقة قيادات هيئة الخيار المحلي للمناصير بولاية نهر النيل، تفقد سير العمل في طريق أبو حمد كريمة بطول 225 كيلو متر الذي
توقف فيه العمل في القطاع الأول بطول 100 كيلومتر لأكثر من عام في مرحلة الإنشاءات الأولية والرذميات وفتح المسارات، وذلك لتعثر الشركة المنفذة للمرحلة الأولى. وأكد المهندس سمير سعيد مدير عام وزارة التخطيط والبنى التحتية أن الزيارة تجيء في إطار تحريك واستئناف العمل بالطريق من جديد، باعتباره من الطرق المهمة التي تربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، كما يساهم في خدمة أهداف وأغراض التنمية المحلية بمناطق الخيار المحلي، خاصة وأن الطريق يربط القرى والمناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية، مؤكدا دعم واهتمام حكومة الولاية لهموم وقضايا مناطق الخيار المحلي، خاصة برامج الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين. زيارة لطريق أبو حمد كريمة ولتفقده من الكيلو زيرو حتى الكيلو 200 اللي هو زيرو في كريمة، والنهاية إن شاء الله تكون في أبو حمد. حقيقة هناك قطاع تقوم بتنفيذه شركة بيتروكوست، وهم الآن بصدد إضافة قطاعات جديدة ولشركات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله إنسان محلية أبو حمد ومحلية البحيرة يلقى إن شاء الله يجد خدمة ميسرة وجيدة بقيام هذا الطريق. إن شاء الله هذا الطريق يجد يرى النور، وإنسان محلية البحيرة ينعم بخدمات ميسرة إن شاء الله. شكرا الكرام، نتواصل معكم في هذا العرض وفيه عقبة. شركة سودامين تسلم مصفاة السودان للذهب 8 كيلو ذهب خالص. أهلا بكم من جديد إلى الأخبار العربية والعالمية. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت إن لبلاده حقا شرعيا في التدخل في ليبيا المجاورة، وأمر الجيش بالاستعداد لتنفيذ أي عمليات خارج البلاد إذا دعت الحاجة لذلك. وجاءت تصريحات السيسي وسط تزايد التوترات بسبب تدخل تركيا في ليبيا، وحذر أيضا القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس من عبور خط الجبهة الحالي مع قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. وتمكنت حكومة الوفاق بدعم تركي من صد هجوم استمر 14 شهر شنته القوات الموالية لحفتر لانتزاع السيطرة على طرابلس، وتدعم روسيا والإمارات ومصر الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر. أعادت الحكومة الفلسطينية أمس إغلاق بعض المناطق في الضفة الغربية بعد ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وقال محمد أشتية رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي في رام الله: نواجه زيادة خطيرة جدا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، سواء كانت هذه موجة ثانية أو استمرار للموجة الأولى. وأضاف: في فلسطين سجلت الإصابات الأعلى منذ بداية شهر مارس آذار، إذ بلغ عدد الإصابات اليوم 86 إصابة جديدة حتى الآن. وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام حشد من أنصاره لم يملأ حتى نصف الصالة المغطاة المخصصة لأول لقاءاته الجماهيرية السياسية منذ شهور، وهجم الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ودافع عن إدارته لأزمة فيروس كورونا في محاولة لتنشيط الحملة الرامية لانتخابه لفترة جديدة. وحمل الرئيس الذي تنبأ بأن أول مؤتمراته الشعبية منذ شهور سيكون ملحمياً وسائل الإعلام مسؤولية تثبيت همم أنصاره عن الحضور، واستشهد أيضا بصوت تصرفات المتظاهرين في الخارج، لكنه لم يسلم بالتحديد بأن عددا كبيرا من المقاعد في مركز بوك الذي يسع 19,000 كان خاليا. نقلت وكالة أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير قوله أثناء مقابلة يوم الأحد إنه يفكر في الترشح لفترة رئاسية جديدة إذا وافق الناخبون على تعديلات دستورية تمكنه من ذلك. وستجري روسيا
تصويتا على الصعيد الوطني في الفترة من 25 من يونيو حزيران إلى 1 من يوليو تموز على تعديلات مقترحة للدستور، بما في ذلك تعديل يسمح لبوتين بالسعي إلى فترتين رئاسيتين إضافيتين مدة كل منهما 6 سنوات، وذلك عند انتهاء ولايته الحالية في العام 2024. ويقول المعارضون إن الإصلاحات تهدف إلى السماح لبوتين بالاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2036، وهي بمثابة انقلاب دستوري. ويقول الكرملين إن هنالك حاجة لتعزيز دور البرلمان وتحسين السياسة الاجتماعية والإدارة العامة. قال وزير هندي إن الصين فقدت ما لا يقل عن 40 جنديا في اشتباك مع بلاده الأسبوع الماضي على الحدود متنازع عليها مع استمرار المواجهة بين الجارتين النوويتين اليوم الأحد، ولم تتحدث الصين عن أي خسائر تكبدتها جراء القتال الذي وقع في وادي جالون المتنازع عليه في غرب الهملايا وأدى لمقتل 20 جنديا هنديا وإصابة 76 على الأقل. وقال وزير الطرق والنقل الهندي في كي سينغ خلال مقابلة بثتها قناة نيوز 24 في ساعة متأخرة مساء الأحد، إذا كان قد استشهدوا من جانبنا فهنالك ما لا يقل عن مثل هذه الخسائر من جانبهم. أما في أخبار الاقتصاد، سلمت شركة سودامين إحدى الشركات التي تشرف عليها وزارة الطاقة والتعدين مصفات السودان للذهب 8 كيلو ذهب خالص. وكشف وكيل التعدين بوزارة الطاقة والتعدين دكتور محمد يحيى في تصريح صحفي اليوم أن شركة سودامين سلمت مصفات الخرطوم للذهب 8 كيلو ذهب تعادل قيمتها أكثر من 600 ألف دولار توطئة لتسليمها لوزارة المالية. وأكد الوكيل أن هذا الإنتاج بعد فترة عمل قصيرة توقف بعدها مصنع الشركة عن العمل مطلع يناير الماضي، وأشار إلى أن الأعطال في طور الصيانة والتجديد ليعمل المصنع بكفاءة بعد أن وعد نهج جديد استنته وزارة الطاقة والتعدين مطلع شهر يونيو الجاري. أكد المهندس عيسى عثمان شريف وزير الزراعة والموارد الطبيعية متانة العلاقات مع باكستان في كافة المجالات وخاصة الجانب الزراعي، معربا عن تقديره للجهود التي تقوم بها جمهورية باكستان في هذا الشأن. وأكد شريف خلال لقائه اليوم بمكتبه بسفير جمهورية باكستان لدى السودان السيد سيرفراز سيبرا على ضرورة تكامل الجهود لمكافحة ومنع انتشار الجراد الصحراوي بوصفه مهدد للأمن الغذائي العالمي. وقدم الوزير للسفير شرحا مفصلا لتجربة السودان الطويلة والمتميزة في مكافحة الجراد الصحراوي، داعيا لتبادل المعلومات مما يعزز من فرص تكامل الجهود في المكافحة المبكرة للجراد الصحراوي. أما رياضيا، قال رئيس نادي المريخ آدم عبدالله سودكال إن ملعب النادي أصبح جاهزا لاستضافة تدريبات الفريق خلال الفترة القادمة. وقال سودكال في تصريح لباد نيوز إنه تم الفراغ من الأعمال الكبيرة التي تم القيام بها في الأرضية خلال الفترة الماضية وأصبحت جاهزة لاستضافة استعدادات الفريق اليوم قبل الغد على حد قوله. وأضاف سودكال بأنه تبقى القليل من الأعمال بالسياج والمضمار، وأشار إلى أن نسبة العمل في هذه الأشياء لا تتجاوز 5%، وسيتم الانتهاء منه خلال الأيام القادمة. عقد مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة أشرف سيد أحمد الكاردينال عن مهما عبر تقنية الفيديو كول، ونقل عبره العديد من الملفات التي تخص النادي أبرزها ملف التسجيلات المرتقبة. وأمن المجلس على إعادة قيد الثنائي أطهر الطاهر ويونس الطيب في التسجيلات المقبلة التي وضع لها المجلس ميزانية خاصة. كما ناقش الاجتماع ملف الشكاوى المقدمة ضد الفريق لدى فيفا، ووجه مجلس الإدارة بسداد كل المديونيات المستحقة ومواصلة الإجراءات القانونية التي تحفظ للفريق حقوقه المادية والأدبية. مشاهدينا الكرام، ختام هذا العرض نعود ونذكر بالعناوين.
دقلو يطلع مفوضية الاتحاد الإفريقي على الأوضاع في السودان. مطار الخرطوم يستقبل الفوج الأول من العالقين بجمهورية مصر العربية. ولاية الخرطوم تقف على الموقف الأمني والصحي ومعاش الناس. مشاهدينا الكرام، انتهى هذا العرض من السودان هذا المساء. نشكر لكم حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي والفريق العامل، إلى اللقاء.